والله الفترة الانتقالية اللي مسك فيها معالي المستشار مرتضى منصور عمل يعني ايه نادي الزمالك؟ احنا مش بنقول كده مجاملة ولا الكلام ده كله، اتفرج على النادي من كام قبل ما يمسكه معالي المستشار مرتضى منصور كان نادي ما يعتبرش نادي، هو عمل يعني ايه نادي الزمالك؟ كلام مظبوط، واذا كان هو مثلا كل الناس بتحقد عليه والكلام ده كله، على الاقل فتح بيوت كتير قوي قوي قوي، وكان بيدفع ويدفع لهم من جيبه والكلام ده كله. العمال النهارده تلاقيهم ان هم عندهم حاله كبت بعدم وجود معالي المستشار مرتضى منصور. انت عضو في النادي، شايف ايه رايك في عزل المستشار مرتضى؟ والله عزل معالي المستشار مرتضى منصور، اديك شايف النادي شكله ايه. وبعدين معالي المستشار مرتضى منصور مش النادي بس اللي خسره، مصر كلها خسرته. طب ايه الصعوبات اللي بتواجهك في ظل غيابه؟ والله الصعوبات دي كتير قوي، اولا قله الخدمه في النادي، النادي ما فيهوش انضباط زي معالي المستشار لما كان موجود، تحس انه فيه هرج ومرج. وجوده يعني هو كراجل يعتبر راجل مثقف وراجل عارف، مش راجل فاهم، راجل ما شاء الله عليه عارف كل حاجة وفاهم كل حاجة وعنده قدوة ازاي يقدر يدير نادي زي نادي الزمالك ده بره مصر وجوه مصر. وجه له كلمة تقول له والله يا معالي المستشار هنقول لك احنا من غيرك ولا حاجة، احنا من غيرك ولا حاجة، انا مش بقول لك كده مجاملة ولا الكلام ده كله، احنا خسرنا حاجة اسمها معالي المستشار مرتضى منصور. بصراحة يعني النادي اتدهور جدا اول ما مرتضى منصور مشي، وبإذن الله مرتضى منصور يرجع بالسلامة، علشان يعني وهو في وجوده كان نادي الزمالك ليه قيمة والألعاب كان ليها قيمة وكل حاجة كان ليها. دلوقتي بص نادي الزمالك وبص البسينات عاملة ازاي، ترع مش بسينات دي، والصراحة الجنينات مش نظيفة وكل حاجة اتدهورت من مش بوجوده. احنا عايزينه يرجع تاني يقف في مصلحة نادي الزمالك، كان بيقول الحق وقت ما هو كان موجود، دلوقتي مين يقول الحق ومين يعترض ومين احنا عايزينه جنبنا علشان يحمي نادي الزمالك وينقذ الدهوره اللي احنا فيها دي. لما الراجل ده بامانه انا عضو في النادي بقالي اكتر من 30 سنه، الراجل ده اللي جايب حق النادي، الراجل ده اللي ظبط النادي، عمر ما النادي كان كده في يوم من الايام. بوجود المستشار مرتضى منصور النادي بقى ليه كيان، بقى مظبوط، بقى صح. النهارده انا جاي النادي حاسس ان النادي فيه كآبه، حقيقي حقيقي بجد حاسس ان النادي فيه كآبه النهارده، داخل النادي نادي مش عاجبني، النادي مش مظبوط. النهارده برضو بمناسبه الحجز والكلام دوت والفلوس اللي هي ناقصه اللي هي على ارصده النادي ديت، خراب للموظفين. يعني انا النهارده الموظفين دول مش بياكلوا وبيشربوا، عندهم التزامات، هيصرفوا على بيوتهم ازاي؟ النهارده انا كنت بكلم واحده من الموظفين النهارده بتعيط، طب ده يرضي ربنا، موظفة عندها بيت وعيال تصرف منين؟ بقالها شهرين ما قبضتش، هتعيش ازاي؟ هتصرف منين؟ علشان كده الموظفين يمشوا والنادي يخرب اكتر. ده كلام بصراحة يعني انا مش عارفة اتكلم اقول ايه. النادي ليه اعداء كتير، وبالتالي اللي عايزين يحصل عملية تدهور للنادي عشان يضيعوا اسم نادي الزمالك، مش عشان المستشار، لا هم بيحاربوا النادي ككل، سواء المستشار موجود او مش موجود هم بيحاربوا اسم النادي. فبجانب وجود المستشار بصراحة كان بيخلي النادي جميل جدا، وعيالنا انا بنتي من ذوي الاحتياجات كان ده العصر الذهبي لبنتي في عصر المستشار مرتضى، فعدم وجوده النادي شبه مهجور. والله الواحد حزين جدا على اللي بيحصل في النادي واللي شايفه، يعني بصراحة يعني حاجة تحزن وحاجة تضايق، ومش عارفة النادي ده ليه بالذات اللي بيحصل فيه كده. النوادي كلها ما بنسمعش عن أي نادي أي مشاكل غير نادي الزمالك، فالواحد مش عارف يعني بصراحة يقول إيه، غير إن ربنا يا رب كده يشيل اللي بيحصل ده كده على خير يا رب يا رب. بتمنى يعني اللي مزعلني اكتر الموظفين اللي ما خدوش رواتبهم 3 شهور، لسه كنت واقفه مع دادا دلوقتي، يعني حاجه تحزن. حرام حرام ان دادا زي دي ما تاخدش مرتبها، ليه ايه السبب يعني انها ما تاخدش مرتبها؟ النادي في عدم وجود المستشار مرتضى متغير، ايه الصعوبات اللي بتواجهك؟ هو النادي انا شايفه النادي 180 درجه
مش كويس خالص. طب احنا عايزين نعرف لو ممدوح عباس ليه فلوس عند النادي يطلع ويقول الكلام ده ويبين مستنداته. مستشار مرتضى بيطلع بيبين مستندات ويقول ان هو خد فلوسه. انا بتمنى انه يطلع يتكلم ويقول لا انا ما خدتش فلوسي ويكون واضح. والله هو رئيس النادي، هو ما فيش حاجه اسمها عزل مستشار الناس منتخباه، هو دلوقتي مستشار منتخب ورئيس نادي منتخب، ازاي يعزلوه؟ لو في حاجه يبينوها لازم يقولوا الغلط. احنا بقى لنا حجز على نادي الزمالك مده قد ايه؟ كيف الارصده المحجوزه كل ده؟ الراجل ما خدش فلوسه، لو هو ليه فلوس فعلا عند نادي الزمالك وما في تعتيم، ما بيطلعش مستندات كده ويقول انا ليا فلوس كذا خدت كذا وبقي لي كذا، ما فيش الكلام ده. في حجز على ارصده نادي الزمالك ونادي الزمالك بس. لكن ممدوح عباس انا كنت عضوه في النادي مده طويله جدا وهو رئيس النادي، انا عمري ما شفته وعمري ما شفت له بصمه في النادي. انا شاكه ان الراجل ده زملكاوي اصلا، الراجل ده ضد نادي الزمالك في كل حاجه. ما فيش حد بيبقى مع نادي ويحجز عليه ويخلي الناس، يعني انا مش قادره اقول لك، انا الناس اللي عاملين كلهم بيصعبوا عليا. شفته بيعدل في حاجات كتيره، بيصلح سلبيات كتيره، بس انا من خلال معرفتي بالمستشار مرتضى، لا بصراحه هو انسان كويس جدا فعلا. في سلب النادي مأثر؟ اه طبعا مأثر، النادي اتغير كتير، النادي كان احسن من كده كتير جدا. انا بقى لي كام شهر هنا، لا طبعا النادي اتبهدل قوي. لا ان شاء الله باذن الله يرجع المكان بيه احسن كتير.